ونرحب بضيوفنا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة العراقية الدكتور سيف البدر عبر الهاتف. حياك الله دكتور. حياكم الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم. يا هلا بك. وعليكم السلام. شكرا لك. طبعا ونرحب ايضا ضيفنا عبر خدمه زوم الدكتور زياد حازم اختصاصي صحه عامه. يا هلا ومرحبا بك دكتور في مساء الامارات. اهلا وسهلا بكم، تحيه لكم والساده المشاهدين الكرام. يا هلا بك. نبدأ وياك دكتور زياد، يعني تصريحات السلطات العراقية بشأن خطر انتشار 4 أوبئة، يعني لو نبدأ وياك عن آخر المستجدات. فعلا هي 4 أوبئة. الوقت اللي الحالي اللي شهده العراق هو يعتبر حقيقة للأسف من أسوأ الفترات صحيا اللي مر بها البلد، لما يشهد من انتشار عدة مشاكل صحية. بالتأكيد المشكلة الأكبر تتمثل بجائحة كورونا اللي تم تسجيل اليوم تقريبا 4700 إصابة. وهذا العدد للأسف بدأ يزيد بالآونة الأخيرة ويتضاعف لعدة أسباب. وبالنسبة للكوليرا تقريبا أكثر من 200 إصابة من شهر حزيران الماضي لحد هذه الفترة. أيضا الكوليرا بدأت تنتشر من محافظة إلى أخرى لعدة أسباب. بالنسبة للوباء الثالث الحمى النسفية، مجموع الإصابات للأسف 230 إصابة لحد هذه الفترة، ترافق 30 حالة وفاة. وعيد الأضحى المبارك والعديد من الجزر العشوائي في بغداد والمحافظات أيضا تنبئ بزيادة هذا العدد. أما بالنسبة لداء الكلب، شهدنا من بداية هذا العام 2022 لحد هذه اللحظة تقريبا 5 إصابات، 3 في بغداد و2 في باقي المحافظات. للأسف هناك الكثير من الكلاب السائبة، لذلك يعتبر أيضا هذا تحدي رابع. بالفعل. يعني دكتور سيف بروح لك اليوم، يعني السلطات العراقية قاعدة تواجه 4 أوبئة، وأربعة أوبئة خطيرة قاعدين نشوفها اليوم. شو هو الواقع الصحي بالضبط؟ ونبي نعرف الأرقام تفصيلا، شو الواقع الصحي وشو اللي حاصل بالضبط عندكم في العراق؟ شكرا جزيلا، تحية لكم وللمشاهدين والضيوف الكرام. نعم، كما تفضلتم، بالنسبة لجائحة كورونا هو موضوع ليس بجديد، عدد من بلدان العالم وحتى الدول القريبة من العراق أيضا تشهد زيادة في الإصابات، وهذا أمر متوقع. مع الأسف يعني كان الإقبال على اللقاحات دون المستوى المطلوب، رغم أن الحكومة العراقية وفرت 3 أنواع من اللقاحات جميعها معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، لكن لم نصل إلى النسبة المطلوبة من المطعمين من الشعب العراقي مع الأسف، رغم كل الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة والدعوة إلى التطعيم وتوفيرها في المئات من المنافذ في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان. لكن في نفس الوقت أيضا أؤكد أن استعدادات الوزارة مستمرة، وحتى عندما انخفضت الإصابات استمرت الوزارة بتعزيز قدراتها التشخيصية والعلاجية وزيادة الأسر المخصصة لعلاج الحالات التنفسية. ولحد هذه اللحظة أؤكد بشكل رسمي أن آلاف الأسر شاغرة وأيضا الملاكات مستنفرة، ولا يوجد نقص من ناحية الأدوية والمستلزمات الطبية. نأمل أن يكون هناك انخفاض في الإصابات قريب واحتواء لهذه الأزمة. لحد هذه اللحظة عدد الحالات الراقدة في مؤسساتنا الصحية محدود جداً، إذا أغلب الإصابات هي طفيفة لا متوسطة. أنا لا أقلل أبدا من خطورة هذه الموجة، كل الاحتمالات واردة، ربما يكون هناك متحور أكثر شراسة من التي تعاملنا معها سابقا، لكن نوجه النداء إلى الجميع من خلال فضائيتكم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خصوصا ونحن نقترب من عيد الأضحى المبارك. وبالمناسبة كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير وسلامة، أن تكون سنة خالية من الأوبئة على كل أمين. العالم وأيضا للشعب. شكرا. دكتور سيف، يعني بالنسبة للكورونا إذا كان تحبون تعليق عن الكوليرا أو الحمى النسفية أو داء الكلب. بالنسبة للحمى النسفية هو مرض خطير جدا، يعني نسبة الوفاة فيه تبدأ من 40% وقد تصل إلى 90 أو أكثر إذا تأخر المريض في مراجعة المؤسسة الصحية. لكن من ناحية أخرى الوقاية أعتقد أنه أسهل من ناحية أن أكثر الفئات المعرضة للإصابة والتي فعلا سجلنا إصابات في صفوفهم هم الأخوة مربو الماشية، يعني الناس اللي يمتهنون تربية
الأغنام، الأبقار، الماعز، الجاموس، الخيول، طبعا ممكن حيوانات أخرى في بلدان أخرى، لكن هذا هو الشائع بالنسبة للعراق. وهذا المرض متوطن من 50 سنة، من سبعينات القرن الماضي سجلت أولى الإصابات في العراق. فالوقاية نركزها على هذه الفئات، يعني الأخوة مربي الماشية. أيضا هناك تحدي اقتراب موسم عيد الأضحى، تعرفون حضراتكم يعني موضوع نحر الذبائح هذا أيضا يزداد بالأيام الحالية، نقل الحيوانات، ولذلك يحتاج عمل أكثر من الجهات المعنية بمتابعة موضوع الجزر ونقل الحيوانات. نذكر أن دور وزارة الصحة بالنهاية هو الحلقة الأخيرة من تطور المرض، يعني وظيفتنا هو اكتشافه وتقديم الرعاية الطبية والتثقيف والتوعية بالشراكة مع الجهات الإعلامية. في موضوع الحمى النسفية، رغم خطورة هذا المرض لكن أكثر من نصف الإصابات المسجلة تماثلوا للشفاء التام وغادروا إلى منازلهم. وصحيح كما تفضلتم هي أرقام غير مسبوقة منذ تسعينات القرن الماضي. ننتقل إلى الكوليرا. الكوليرا أيضا هو مرض متوطن من قرون في أغلب بلدان العالم، تسجل إصابات بشكل محدود، لكن هذا العام بالفعل سجلنا. لكن أنا أصحح ما ورد في التقرير، ليست السليمانية هي المحافظة الأعلى ولا حتى الثانية والثالثة، إحنا المشكلة بالدرجة الأولى هي في كركوك، محافظة كركوك. وأيضا شو الأسباب زين دكتور؟ يعني ليش تنتشر في هذه الأماكن أكثر؟ عفواً، شو السبب انتشار هذه يعني هذه الأمراض في هذه في بعض أماكن محددة، يعني في مناطق محددة أكثر؟ عندما نفهم آلية انتقال المرض ممكن أن نخمن كيفية الانتشار ولماذا انتشر، رغم أنه حالياً هناك تحقيقات وبائية تحري وبائي عن كل حالة من الحالات الوبائية التي تكتشف. الكوليرا ينتقل من خلال الشراب والطعام الملوثين، يعني بالدرجة الأولى مفتاح الوقاية هو يكون من خلال الاهتمام بغسل اليدين جيدا، خصوصا قبل وبعد تناول الطعام بعد الدخول الحمام. أيضا في نفس الوقت أنا أؤكد أنه أغلب الحالات هي بسيطة إلى متوسطة. حالتي الوفاة التي حدثت بسبب الكوليرا كانت لأشخاص هم كبار بالسن وعندهم مشاكل صحية مع الأسف. مع ذلك لحد هذه اللحظة الوضع تحت السيطرة، لكن نجدد الدعوة للجميع لضرورة التزام بإجراءات الوقاية. بالنسبة لداء الكلب، هو أيضا مرض متوطن وبدرجة الأولى يكون من عضة الكلب المسعور، ممكن حيوانات أخرى كالذئاب، الدببة، الخيول، لكن بالدرجة الأولى هي الكلاب. وأنا نفيت اليوم، نفيت بشكل رسمي ما انتشر ونسب إلى أحد المسؤولين في وزارة الصحة، وكان كلام غير دقيق عن أعداد يعني غير صحيحة. هي 5 حالات احنا سجلنا لحد هذه اللحظة، وبالمناسبة هي أقل مما سجل في العام الماضي، من هي ليست حالة تفشي خارج عن المألوف. احنا نتمنى ما تسجل ولا حالة، لكن مرة أخرى دور الوقاية لا يمكن، يعني دور مواجهة أي مشكلة وبائية في أي بلد بالعالم وليس فقط في العراق، لا يمكن أن يكون على السلطة الصحية الحكومية فقط، لابد أن تكون شراكة بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويبقى دوركم أنتم وسائل الإعلام هو الدور الأساسي في مواجهة أي مشكلة وبائية. شكرا لك. نرجع للدكتور زياد. يعني دكتور، شو مدى خطورة الكوليرا، وباء الكوليرا، وين ينتشر هذا المرض أكثر، وهل في خطة لمحاصرة هذا الوباء؟ نعم، بالتأكيد هو مرض الكوليرا بثلاث حالات خفيفة ومتوسطة وشديدة. الحالات الشديدة اللي قد تصل إلى العجز الكلوي، الفشل الكلوي وحتى الوفاة، طبعا بالأشخاص ضعيفي المناعة وكبار السن. الحقيقة الكوليرا تنتقل عن طريق الطعام والشراب، وكذلك الشيء المهم، الأمر المهم بموضوع انتشاره أو تفشي هذا العام، هو اختلاط مياه الشرب مع المياه الثقيلة. بدأ بمحافظة السليمانية وللأسف انتشر عن طريق المياه والأنهار وتعقيم الماء ليس بالمستوى المطلوب. لذلك بالآونة الأخيرة بدأت دوائر البيئة تراقب نسبة الكلور، وحتى قرار من مجلس الوزراء صدر بأن يكون مستوى الكلور أكثر من نصف ppm، جزء بالمليون. أيضا انتشار الكوليرا يأتي عن طريق عدم الاهتمام بالنظافة العامة وليس فقط النظافة الشخصية.
الكوليرا تنتشر في بدايات الصيف وبدايات الخريف. من المتوقع جدا مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم العراق أن نشهد انحسارا بأعداد المصابين بالكوليرا، لكن أيضا من المتوقع أن تبدأ هذه الأعداد قد تزداد إذا استمر الوضع على ما هو عليه في بداية الخريف. الإجراءات اللي اتخذتها المؤسسات الرسمية بالعراق بدأت من محافظة السليمانية وانتشرت لباقي المحافظات، وكاتفت الجهود مع دوائر البلدية والبيئة. كذلك هناك أيضا توزيع لحبوب تعقيم الماء الكلور في متوفر، هذه الحبوب متوفرة في كافة المراكز الصحية. الحقيقة هناك اختلاط للأسف في بعض محافظات العراق للمياه الثقيلة مع مياه الشرب. أيضا هناك عدم وجود نظام صرف صحي للأسف في معظم المحافظات اللي انتشرت بها إصابات كوليرا. نعم أكيد. دكتور، برجع إلى الدكتور سيف. دكتور، في النهاية نبي نعرف يعني شو هي الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليا، وهل في تشديدات بخصوص عيد الأضحى؟ نعم، أنا أتكلم عن دورنا كوزارة الصحة. نعم. هو تأكيد أنه جميع المؤسسات مستمرة بالعمل ليل نهار، سواء لتقديم الخدمات للحالات الوبائية أو الخدمات الاعتيادية المعروفة كطوارئ أو حالات ولادة مثلا أو عمليات مستعجلة أو أي طارئ صحي، طبعا من ضمنها خدمات الإسعاف. نعم. هاي من ناحية. من ناحية أخرى أنه إحنا نؤكد على ضرورة التزام التباعد الجسدي قدر الإمكان، على الأقل ارتداء الكمامات، ودائما الإقبال على تلقي اللقاح هو مفتاح مهم للوقاية بالذات من كورونا. بالنسبة للحمى النفسية، أنا ذكرت موضوع ذبح الحيوانات والجزر العشوائي وغيرها من التفاصيل ونقل الحيوانات، خصوصا مع أيام عيد الأضحى، يعني نعم. موضوع نحر الذبائح وغيره، هذا أيضا يصير تأكيد عليه ومتابعة من قبل الجهات الأمنية والبلدية المختصة. أهي. بالنسبة للكوليرا، فأفضل وسيلة هي الاهتمام بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون، إضافة إلى الوصايا الأخرى. داء الكلب، أي شخص يتعرض إلى عضة كلب، سواء كان هذا الكلب مسعور يعني مصاب بالسعار أو لا، عن هاي تفاصيل، على الفور يتوجه إلى أقرب مؤسسة، لأن هذا المرض بالذات هو قاتل بنسبة 100%. نعم. فما ننتظر أو نخاطر إلى أن تظهر الأعراض، لابد من تلقي المصل المضاد في فترة حضانة الفيروس، يعني ما بين عضة الكلب وما بين ظهور الأعراض، هذه الفترة التي يمكن أن نحمي الإنسان من الموت المحقق. لكن إذا تأخر وكان الكلب مسعور وبدأت الأعراض، فهو نوع من أنواع التهاب الدماغ، فهذا المرض قاتل مع الأسف بنسبة 100%، ولذلك راح تكون مشكلة. إلى حد ما يشبه هذا الموضوع الحمى النسفية. الحمى النسفية إذا شخصناه في مرحلة مبكرة، فاحتمالية الشفاء عالية جدا إذا راجع المؤسسة الصحية في الوقت المناسب. أما إذا تأخر ووصل إلى مرحلة النزف تحت الجلد أو النزف من فتحات الجسم، فيكون الوضع معقد، خصوصا إذا كان أصلا المريض عنده عوامل خطورة ومشاكل صحية أخرى. نعم. دكتور سيف، يعني كل الشكر لك على هذه المداخلة، ونحن نتمنى الشفاء للجميع يا رب. وأقدر أقول لك يعني كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يعني تكون يعني هذا يعني هذه المناسبة خير وصحة عليكم يا رب. جواكم الله. كل عام وأنتم بألف خير. أشكر اهتمامكم، تحياتنا لكل إخواننا، كل الناس اللي يسمعونا. كل عام وأنتم بخير وأيامكم سعيدة، وإن شاء الله هذا العام يشهد نهاية كل الأوبئة البشرية إن شاء الله. شكرا. نرجع لك دكتور زياد، يعني في أجواء عيد الأضحى المبارك يعني تجمعات وأضاحي، فهل في إجراءات يعني الواجب أن تتبعونها للحفاظ على الصحة أكثر؟ نعم، السؤال جيد جدا. الحقيقة احنا ما نقدر، لا نستطيع أن نرسم صورة زاهية وردية عن الوضع الحالي. هو ليس بهذا المستوى من الصورة الجيدة. الإجراءات الاحترازية شبه معدومة من ناحية لبس الكمامات وأخذ اللقاحات كورونا. ما تستطيع وزارة الصحة أو دوائر الصحة مفردها أن تجبر الناس على التطعيم أو على التباعد البدني أو على لبس الكمامات. لذلك
يقع على عاتق الجميع تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك أن ينتبهون لهذه النقطة. المطعمين بلقاحات كورونا طبعا يكونون بمنأى بنسبة كبيرة عن العدوى، أو حتى لو أصيبوا إصابتهم تكون خفيفة، لكن نتكلم عن غير المطعمين. بالنسبة للحمى النزفية الحقيقة اليوم شاهدت أكثر من 10 إلى 20 مكان في شوارع بغداد في أحيائها هناك انتشار للأضاحي، سيكون ذبح عشوائي للأسف. نخشى أن تنتشر حالات الحمى النزفية خلال عيد الأضحى، لكن المبدأ الأهم هو أن يتم تقطيع اللحوم عن طريق لبس الكفوف، خاصة يتعاملون مع لحوم الأضاحي. بالنسبة للكوليرا إن شاء الله بدأت بعض بوادر الصحوة لدى الناس من خلال غسل الأيدي وتعقيم الطعام، وبدأت نسبة الكلور في مياه الشرب تزداد. الحقيقة بالنسبة لداء الكلب قبل تقريبا 3 أسابيع وصلت وجبة جديدة من اللقاحات المضادة لداء الكلب. الناس كانوا يراجعون بعض المؤسسات الصحية ولا يجدون اللقاحات. هناك أكثر من تقريبا مو إحصائية رسمية، أكثر من 200 كلب سائب في العاصمة بغداد. أيضا هناك حملة ستنفذ من خلال أكثر من مؤسسة من المؤسسات الرسمية بالدولة لمكافحة هذه الكلاب. نعم. لو اجتمعت كافة الجهود في هذه المجالات في هذه النواحي إن شاء الله سنجتاز العقبات في الأيام القليلة القادمة. نعم. أتمنى. يعني دكتور في الأخير نقطة وعلامة استفهام كبيرة، هل نقدر نقول اليوم أن المشكلة هي مشكلة اجتماعية أكثر من أنها مشكلة حكومة وأيضا يعني قرارات من وزارة الصحة؟ والله أصدقائك القول أن كافة الأوضاع العراقية السياسية الاقتصادية الاجتماعية وبالتأكيد الصحية تلقي بظلالها على انتشار هذه المشاكل الصحية. أيضا الموضوع المهم هو الجهود وزارة الصحة ودوائر الصحة ما تستطيع بمفردها أن تكافح انتشار كل المشاكل الصحية وكل هذه الأوبئة. نبدأ بالفرد والمواطن والوعي الصحي والثقافة الصحية اللي تكاد كانت شبه معدومة قبل كورونا، لكن بوادر الالتزام بالإجراءات الاحترازية بدأت مع كورونا. نتمنى أن تنتشر من خلال وسائل الإعلام، من خلالكم، وأيضا من خلال كافة الجهود. فهي الحقيقة كل اللي ذكرته حضرتك هو إلى تأثير في انتشار هذه المشاكل الصحية. يعني نتمنى الأمن والسلامة بإذن الله إلى العراق الشقيق، ونتمنى بإذن الله أن هالأوبئة كلها تزول قريبا، والالتزام والالتزام مثل ما أنت ذكرت، والتوعية والوعي الاجتماعي. يعني اقتبسنا من كلامك أنك ذكرت الذبح العشوائي والأمور هذه كلها أكيد تأثر في هذه النقاط. كل الشكر الجزيل لك الدكتور زياد حازم على تواجدك معنا لليوم. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بألف خير. وأنتم بخير وسلامة. الله يسعدك يا رب.